ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن إنك لمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا للملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم
بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
الساخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم والجان خلقناه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب. لها سبعة أبواب. لكل باب منهم جزء مقسوم. لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إن منكم وجلون. قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالوا لا توجل
أَخَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فلا تكن من القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قدرنا إنها لمن الغابرين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قوم منكرون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا Thank you.
وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قال ها لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فانتقمنا منهم وإنهما ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.